مساء الخير جميعا. 3 دقايق ومنبلش. مساء الخير جميعا، مساء الخير من الكويت لكل الأهل والأحباب. يمكن القسم الأكبر موجود اليوم من جبهة بشري، من هون نحن معكم نقدر نساعدكم تقنيا بهدول الحلقات. معكم بول باسيل من حدث الجبهة. بحب شوي هيك ننظم اللقاء بطريقة سريعة، يمكن صرنا متعودين على بعض لهلأ. طريقتنا كتير سهلة وواضحة جدا. الميكرويات أكتريتها حتكون مسكرة، كل الميكرويات حتكون مسكرة إلا لبعض الناس اللي هن مصنفين كوهوست. الكوهوست بيقدر يفتح ميكروي ويحكي ساعة اللي بده بدون أي مشكلة. ومنطلب من الجميع قد ما فيكن إذا مش قاعدين بمحل هيك واضح وقدام الكاميرا بشكل، عفوا على الكلمة، رسمي، بليز نطفي كاميراتنا، لأنه يعني عم ناخد اللقاء هيدا لايف عبر فيسبوك عبر صفحة الأبرشية. سو مش حلو نطلع بشكل مش مناسب. أنتوا أدرى هيك كمان. بآخر اللقاء أو during اللقاء بتقدروا تبعتوا الأسئلة تبعكم على الشات، يعني بتكتبون على الشات، والمحاضرة هي حتصير تاخد الأسئلة المناسبة واللي قادرة تجاوب عليهم بهالوقت القصير. شكراً لكم جميعاً. بير إدغار، الكلمة لك، تفضل. بونسوار جميعاً، يعطيكم العافية. إن شاء الله صوم مبارك على الكل.
بالسبت الثاني نلتقى اليوم بهالسلسلة التنشئة اللي عم بتنظمها لجنة رعوية الشبيبة بنيابة الجبهة البطريركية بالتعاون مع المجلس الرعية الماروني بالكويت. واليوم شاءت نعمة ربنا والعناية إنه نكون رغم هالأجواء المحيطة فينا عم نطرح هالموضوع كنيسة من أجلنا، تحديات الكنيسة اجتماعيا سياسيا ورعويا. هالموضوع الجريء اللي رح تطرحه الدكتورة رولا طلحوق بكل جرأة مثل ما معودين عليها. دكتورة رولا، هيك على السريع، أستاذة بكلية العلوم الدينية بجامعة القديس يوسف باليو اس جي ومديرة مركز التوثيق والأبحاث الإسلامية المسيحية، حائزة على دكتوراه باللاهوت العملي والأنثروبولوجيا الدينية. بدكم تسمحوا لي قبل ما نبدأ بالموضوع نكون عم نفتتح بصلاة صغيرة مع الإكليريكي كاميليو مخايل، وبعد الصلاة مباشرة بتكون الكلمة إليك دكتور رولا. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنيسة هي أم ومعلمة، هكذا عرفها البابا يوحنا 23. هي أم لأنها تحتضن أبناءها في مسيرتهم نحو الله، وتسهر على خيرهم وخلاص نفوسهم. وهي معلمة لأنها تلقت بأمانة حقيقة الإنجيل، وما زالت بدورها حتى اليوم تعلم هذه الحقيقة بهدي الروح القدس لجميع الشعوب لكيما يستنيروا بالحق ويعرفوا الله. في هذا المساء نشكرك يا رب على أمنا الكنيسة، ونسألك أن تحفظها من الشرير والانقسامات، وأن تقدسها رعاة ومكرسين وعلمانيين، فتكون الجسد الذي تعمل أعضاؤه سوية كل بدوره من أجل الخير العام. ونسألك أن تبارك جهدها ومبادراتها، وأن تهديها في هذه الأزمة الصعبة لتعمل بمشيئتك، فتبقى صوت الحق الصارخ في برية الظلم والفساد والاستبداد، والشاهد الأمين لحقيقة خلاصك من جيل إلى جيل حتى دهر الداهرين. آمين. أمين. مرسي دكتورة رولا، كلمة إليك. بونسوار للجميع، صوم مبارك. إن شاء الله نكون بأصوامنا المتعددة وبأشكالنا المتعددة عم نرتفع يوم بعد يوم. بدي أشكر أبونا إدغار والمسؤولين والقيمين على هاللقاء من الجبي، إنه ندعيوني تأحكي. بس على طول يوكل إلي المهام الصعبة على طول. كنت بتمنى إني كمان كون عم بحكي أشياء روحية أو لاهوتية يمكن بتكون أهون، ولكن بدكم تسمحوا لي مثل ما قال أبونا إدغار إنه أنا جريئة. أنا كتير جريئة، ولكن جريئة بالحق. يعني ما بحكي تجريح، ولا بحكي تأذي، ولا بحكي تكون مثل ما كاميليو، ما بعرف إذا كاميليو كاهن أو ألماني، قال الكنيسة أم ومعلمة. يعني ما حدا بيجرح بأمه، ولا بيجرح بالمعلم اللي ربته، المكان اللي أنا تعمدت فيه وأخذت أسراري فيه وبتناول فيه وتعلمت لاهوتي فيه وتعلمت صلي فيه وكبرت فيه. بدي أتمنى على الجميع، حتى اللي بيدخلوا مؤخرين إذا بعدين قدروا يرجعوا يسمعوا التسجيل، يكونوا أكيدين من محبتي للكنيسة، لبل من تعلقي وانتمائي الكلي لكنيستي قبل كل شيء تاني. عندي غرام بكنيستي، وأنا بقول للجميع أني أنا مارونية، ما عندي ولا أي هدف لا سياسي ولا آخر. أنا مارونية إح يعني بصلي سرياني، وبعرف لترجيتي 100%، وبعرف روحانيتي السريانية ومعلق قلبي فيها. مبسوطة أني اليوم مع أهل الجبة، لأنه كمان قلبي من فوق، قلبي من الوادي، ويا ريت بيطلع لي اندفن فوق، بس ما بيطلع لنا لأنه أملاك خاصة تحت. بكل الأحوال اليوم موضوع التحدي مثل ما قال أبونا إدغار رح نطال فيه عدة مواضيع. طبعاً بنص ساعة مثل ما قال لي، وأنا رح أجرب احترم الوقت، أنا ما فيني أعطي قراءة كاملة. من هيك رح كون عم ناقش أنا وياكم أفكار كتيرة،
رح كون واضحة كتير فيها. رح بلش أعمل شير سكرين، بتقولوا لي إذا بينت السكرين. مبين السكرين عندكم؟ نعم نعم دكتور. لا أوكي. إذن تحديات كنيستنا اجتماعياً سياسياً رعوياً، مقدمة بقطع عنا لأنه حكيتها، وبرجع بذكر أنه بحكي من عمق حبي لكنيستي ولمسؤوليتي تجاهها وتجاه المؤمنين. وأغلبية الموجودين عم شوف أسامي كتير من أصدقائي اللي اشتغلنا فيه واشتغلنا سوا من زمان بالحركات الرسولية، وفي شي 10-15 شاب وصبية من تلاميذي، ما هني معودين على صراحتي، هني ما راح يتفاجئوا، بتمنى انه الباقيين ما يتفاجئوا. التحدي الاول اللي ببلش فيه وبنهي فيه هو الشهاده. الشهاده بدءا من وحده التعليم ووحده الحياه. اذا بتاخذوا كل نصوصنا ككنيسه بشكل عام، كمسيحيه بشكل عام، وكموارنه بشكل خاص، نحكي عن حالنا انه نحن بعد نسكي، بعد صلاه، بعد رسولي، بعد تبشيري. أنا أول سؤال بسأله لإلي ولإلكم، طبعاً ماني عم بلطش حدا، عم بحكي عن حالي قبل، هل نحن اليوم نعيش ما نقوله عن أنفسنا؟ يعني منطبل الدنيا، نحن كنيسة نسك لحد يطلع عنا 4-5 نسك، هل مطلوب منا أنه اليوم نحن نكون نسكيين؟ يعني نقعد بصومعة بهالجرد ونبرد ونلبس صندال وناكل مرة واحدة ونصلي كل الوقت، هل هيدا المطلوب؟ شو معناته أنه روحانيتنا تكون روحانية نسك؟ وشو معناته أنه روحانيتنا تكون روحانية نسك ورسالة بذات الوقت؟ هيدا كوننا عموديين، يعني هيدي كانت روحانية مارس معانا بذات الوقت. نحن للصلاة وعلى ذات القدر نحن للخدمة. وقت اللي بقول للصلاة وللخدمة مش معناته بس بقلب حيطان الكنيسة، ولكن بكل أشكال حياتنا. نحكي كتير أنه كانوا يعرفونا من المحبة، كنا نقول كانوا يعرفوا أنه هو المسيحيين لأنه كانوا يحبوا بعضهم. كمان بسأل ذات السؤال، وصدقوني إخوتي أنا عم بسأل الأسئلة لكلنا مش للسلطة الكنسية، لأنه وقت بس بسأل السلطة الكنسية مثل كأنه هي حالة مختلفة عن المجتمع. الكنيسة منا حالة مختلفة عن المجتمع، والكهنة والشمامسة والأساقفة اللي هني لخدمتنا هني منهم حالة مختلفة، ما هني من عيالنا، هني من مجتمعنا. يعني إذا نحن عنا اعتراض أو تمني أو منحب أنه يكون هيك، خلينا نربي أولادنا أنه، وإذا بكرة صاروا خدمة وإذا نحن دفعناهم وربيناهم تيكونوا خدام للكنيسة يكونوا هيك. بس إذا نحن المجتمع كله بطل مجتمع نسكي رسولي، يعني ما بقى عارف حاله هو مين، وقعد فكروا أنه إذا طلع من بيتنا خوري أو راهب رح يكون بالقدر اللي نحن بنتمنيه، مثل ما من ربي بيطلع. إذا هل نحن بعدنا هيدي الكنيسة اللي بنحكي عنها بكل نصوصنا؟ أين نحن من الفقر الإنجيلي؟ وقت اللي بنحكي عن الفقر نحن ما بنحكي عن التعتير. ولا مرة بدنا أنه كهنتنا ورهباننا ورهباتنا يكونوا معترين ومشلحين هيك على الطرقات وماشيين لابسين تياب مشقفة. مش هيدا هو الفقر. الفقر الإنجيلي هو قبول أول شيء الواحد خطيته، قبول ضعفه، وقبول إنه ياخد كل شيء من الله، كل شيء. ومن هيك نحن منصوم هلأ، نحن منصوم حالنا مش تمن عشي نفقع بطن عشا، نحن منصوم حالنا تمحل هالأكل اللي فضى مكان بجسمنا، نقدر نفوت كلمة الله أكتر، نقدر نفوت أشخاص نحن يعني نكون بعلاقة أكتر، نقدر ننظف جسمنا ولكن ننظف عقلاتنا وننظف أفكارنا أكتر، وكمان تنقدر نكون عم نتغذى من كلمة الله ومن القربان. هيدا هو الفقر، إنه نكون كلنا لربنا. إذا نحن مش الهدف التعتير، يعني إذا أنا خوري مرتب ولابس مرتب ومحمم وسيارته مرتبة، ما لازم أعتبر إنه منو فقير. الفقير هو فقر الروح، ولكن الفقر اللي نحن لازم نسأل عليه كلنا هي البعد عن العنجهية، عن جهية المراكز والطبقية في الجماعة الواحدة بمحلات. يعني ما ضروري يكون الشخص على كتير بالمقامات يكون عنده هالعنجهية، بيكفي انه يكون هو شخص مش شبعان، بيكفي انه هو يكون شخص ما صدق يوصل للسلطة تيصير متسلط.
أين نحن من هذا التطويب الأولي اللي قال يسوع بإنجيل متى الفصل 5، طوبى للفقراء بالروح؟ هل نحن نشهد حقيقة لما نقوله عن أنفسنا؟ يعني هل اللي بيطلع فينا بيقول هيدول مسيح، مسيح ماشي على الطريق؟ هيدا هو السؤال الكبير وهي الشهادة الكبيرة، وهيدا أهم تحدي. لأنه إخوتي نحن لو كنا عن جد حياتنا شهادة لكل اللي منحكيه وكل اللي منصلي وكل اللي منتمني، ما بتصور كان بعد في 4 مليارات بشر من المؤمنين بيسوع المسيح، وما بتصور إنه يسوع ناقصه شيء تالناس ما تنغرم فيه، وما بتصور إنه الكنيسة منا رايدة بكل شيء، رائدة يعني أولي بكل شيء تما الناس تكون عم تشوفها بنظرة حلوة وباحترام كبير. المشكلة بنحنا الأشخاص. إذن هاي أهم شيء، خلوا لي هالشهادة براسكم، أنا رح برجع بني فيها لبنانياً، وإذا بدنا نحكي بوضعنا اليوم. إذن أول تحدي هو الشهادة، وهيدا التحدي كياني كياني يعني من ضمن الكنيسة، وما فينا نرمي بسهام على أي حدا أو أي شقفة من الكنيسة. بمؤسساتنا الخدماتية يعني الرسالات، مدارس ومستشفيات ومستوصفات ودور عجزة ودور أيتام وكل اللي بيخطر عبالكم، أين شهادتنا في مؤسساتنا؟ نحن يا إخوتي يا تقبروني، اللي بيعرفني بيعرف أني أنا كنت كمان مسؤولي بالمدارس. المدارس وقت اللي بتكبر بدها تعب كتير وبدها ركض كتير، الشغل بيأكلنا، وقت الشغل بيأكلنا ومنصير نركض بقلب المؤسسة تنخدم مثل ما لازم وتنكون على المستوى اللازم، أيام كتير وين المشكلة؟ وين التحدي؟ إنه ننسى إنه المؤسسة للرسالة وإنه اللي عم نخدمهم هن المسيح نفسه، ومنهتم بالمؤسسة نفسها. ساعتها منصير مهتم بالإدارة اللي هي شيء كتير منيح، ومنهتم بالمستوى التعليمي اللي هو شيء ممتاز، ومنهتم بالترتيب وبالتنظيف وبأحسن مكانات اللي هن كتير منيح، وننسى اللي كرمالهم عمرنا وكبرنا ووسعنا وحسننا بالبيداغوجية تبعيتنا. وهون أنا ماني عم بحط ولا أي علامة شك على ماهية المؤسسة وأهميتها ورسالتها، بالعكس، لكن عن نوعية الحضور. نحن أنا هلأ يعني اشتغلت 19 سنة بمدارس، وهلأ 12 سنة بالجامعة. في أشخاص مسؤولين بالجامعة وهن كهني ما بنعرفهم، ما بيعرفون التمييز. التمييز بيفكروني أنا العميد، ما بيعرفوا هل هو مش منيح؟ لا، بس منه حاضر. منه حاضر ليه؟ لأنه في بيده 10 بطيخات، إذا مش 12. إذا نوعية الحضور مهمة. هل نحن بس صرنا مدراء؟ وهيدي كتير الناس بتتزمر منا. كيف منكون؟ ولمين منكون بالمؤسسات؟ هل مين منعزم على مكاتبنا ونشرب قهوة معه؟ ومين ولا مرة منعطيه موعد؟ أنا بدي أعتذر، أنا كنت عم بعمل موضوع بحثي وكنت عايزة أحكي مع عميد من أهم الجامعات بلبنان. أكثر من سنة ابعت له، وأنا بذات المستوى أنا وياه علمياً، لا أكثر، بعت رسالة، بعت تلفنت، بعت مساج، بعت إيميل، حكيت المسؤولة، ما كان يرد، ما كان يأذى علي ما عم بيرد. اضطريت أحكي المطران يحكي رئيس الجامعة تحكيني. هيدي مش نوعية حضور، اعذروني، هيدي ما صدق يصير عميد، قلت لكم رح كون كتير واضحة. إذا كمان هون السلطة الكنسية، ما عم نحكي الأساقفة بس، كل مين أخذ مسؤولية بهالكنيسة؟ كيف منعامل أبنائنا اللي من أجلهم نحن كرسنا أساسا، تكرسنا؟ وقبل الأزمة المالية الحادة هلأ، لأنه هلأ منه مقياس، كم وكم من شكوى على طريقة المعاملة بالمؤسسات، لا على نوعية الخدمات ولكن على كيفية التعاطي. واعذروني، أنا اللي بيعرفني بيعرف إني كتير بنتبه على هال، يعني ما بحكي شيء من يعيشته. هل من يرانا يؤمن بأن المسيح قد قام وهو حي ما بيننا؟ أو نحن ماشيين من الصبح طارقين جقرة لأنه وعيينين تعبانين، ولو كنا بالليل تعبانين؟ معليش، هول الموارن اللي بنحكي عنهم وبنحكي بتراديسيون تبعيتنا عنهم، عن التقليد، بيقولوا انه كانوا يفقروا عيونهم من قراءة الكتب المقدسة. نحن بعد ما وصلنا لا يتجرحوا ركابنا ولا يتخزقوا ثيابنا ولا يطق ظهرنا من حمل الحطب والحجار ولا يتفقروا عيوننا، نحن عايشين حياة كتير مريحة.
بس بهيدي الراحة اللي هي كمان بنقدر نشكر الله علينا، اللي بيشوفنا عم بيشوف المسيح، إذا ما عم بيشوف المسيح، إذا ما عم بيشوف فرح المسيح، بؤس الرسالة أختي. كان يقول جان بول دو، أن سان تريست إت أن تريست سان، القديس اللي هو تعيس وحزين بلاه وبلا قداسته. هل من يرانا يصدق بأننا نتنفس ونعيش من وحي الروح القدس؟ المؤسسة مش كرمال المؤسسة، صحيح علينا ضرائب وصحيح في ديون وصحيح في إدارة وفي دفع ضمانات وفي دفع والدولة بتسرق، ما هو كلهم صحيحين، بس هيدا ما بينفي إني أنا وقت اللي بدي أقوم الصبح وأتلاقى بالمسؤول بدي أشوف وجهه عم بيشع، وإذا وجهه مش عم بيشع يعني رسالته كذب. ولكن الرسالة مش كذب أبدا، رسالة المسيح منها كذب، علامة الاستفهام عليه على شخصه، لازم يتوقع حاله، لازم يروح يشوف شو به، لازم ينتبه لصلاته أكثر. هل الحدا بفوت على كنيسنا مانو مسيحي وقت الصلاة بيصدق إنه نحن مؤمنين؟ يعني كل الناس اللي بقلب الكنيس تليفون بإيدهم مش عم بفهم، كلهم حكى مع قلب، كلهم عندهم إرجانس. هل يرى المسيح من خلالنا ويؤمن من خلالنا؟ بتلاقوا بهالكنيس شي بيوقف شي بيقعد شي بيركع، عرحته المسيح الماروني بشكل خاص، عرحته عرحته، أنا مش عبالي قوم يا أخي، إذا مريض خليك قاعد، بس إذا مش مريض قوم وقف، قوم وقف منيح. في خنوع، في خساعة مش مقبولة. هل يؤمن من خلال التزامنا في الحياة الاجتماعية ولا بالحياة الاجتماعية أنا بدي أعيش على راحتي؟ أنا هول التقاليد والأشياء المرتبة أنا ما بيتهمني. بالسياسي أنا حر، سب سيدنا البطرك مثلا، أنا حر، وإذا ما عجبني مواقفه السياسية بصير سبه بالشخصي وبصير قول عنه كلام وبشوفه على الفيسبوك، لك ما بينقال، لك حتى لو كان عامل السبعة وضمتها، لك ما بينقال يا أخي، ما بينقال على الفيسبوك الكلام. بس أنا مسيحي مؤمن كيف لكان. وبالحياة الاقتصادية قداش فينا نطلع مصاري بالزعبرة، قداش فينا ما ندفع ضرائب، قداش فينا نكون عم ناكل بعضنا معلاش، بس نحن شو مسيحية. لا يا أخوتي، في شرخ كبير بين شو منقول وشو منعيش. هيدا بالعلم النفس بسموه سكيزوفرينيا، مرض. لا مش مزبوط، نحن إذا كنا مسيحيين نلتزم المسيح، بدنا نعيش مثل المسيح اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ومثل المسيح، يعني بدنا نكون حدين، بدنا نكون حقيقيين، بدنا نكون واضحين، بدنا نكون قص. المسيح ما في أو معه أو ضده، ما عندهش حلول وسطى. المسيح نور، المسيح ما في زغل، والمسيح في طيبة، المسيح إنسان ملء الإنسانية. المسيح ما في شيء نحن عشناه وما عاشه وما اختبره، حتى الموت اختبره كرمالنا. بقى ما فينا نقول أنا هيك بس، أو خصوصي بأمور عقائدية بنفتح حسابنا، هيدي كمان رح تاخد بعض من أبعادنا. البعد الرعوي هو تحدي كتير كبير، لأنه رعينا هيدا المكان اللي بنخلق فيه، اللي بنعيش فيه، اللي بنكبر فيه، اللي لازم نتجوز فيه، واللي لازم ننشأ وننشئ أولادنا فيه. يعني هذا المكان الطبيعي لنمونا، بدير رعية. التحدي الأول إنه نحن كهنتنا مش مفرغة. كيف ممكن الكاهن إنه يكون وسط شعبه بأفراحهم أحزانهم، إذا هو قبل الظهر بالمدرسة مضطر يشتغل طيطلع مصاري عايش عيطه أو ويش؟ كيف ممكن إنه يكون عم بيعلم ويقدس ويدبر، يعني يعلم يهتم بكل الأمور التعليمية برعيته، ويقدس ويهتم بكل الاحتفالات، ويدبر يدير كل شيء، ويكون إنسان حاضر بين الجميع وللجميع؟ كيف بيقدر يرعى كل واحد ويرافق الشباب ويهتم بالفقرة ويرافق الخطر الاختيارية؟ كيف ممكن إذا ما كان سوبرمان؟ بس نحن بنعرف إنه هول الكهنة هني إخوتنا، هني أصحابنا، هني تلاميذنا، هني قريبنا، منن سوبرمان. كيف ممكن يعملوا كل هول وهني منن مفرغين للخدمة؟ أو بدكم تعذروني، البعض غير كفؤ لاهوتيا. الخمس سنين اللي بندرسهم بالكاثوليك هني سنتين فلسفة وثلاث سنين لاهوت، ما بيعملوا شيء. هولي بداية تنشئة، بداية يا أخوتي، بداية. مثل ما اللي بيكون عمل انترن بالمستشفى بيكون مبسوط هيك بحاله، ما إذا ما عمل كمان ريزيدان وإذا ما تخصص وبقي يخصص كل حياته بيكون حكيم فاشل. أيام كتير عنا كهنة قديسين بجنن والبدكن يهون، أنا مرتبين مهزبين البدكن يهون، بس كمان منهم على مستوى رعايهم بمجالات كتير.
الكاهن لازم يكون المتقدم ما بيننا الأول. من هيك نحن كمان لازم ندعمه كجماعة، ندعمه على كل المستويات تيكون الأول بيناتنا، وإلا مستحيل يعمل كل شيء مطلوب منه. كيف للكاهن أن يقوم؟ وهيدا كمان تحدي تاني بكل هالمسؤوليات. هو مقسم أيام بين عدة رعاية، بيسلموا 3-4 رعاية، ويكون عنده قديس على 9 و10 وربع أو 10 ونص و12 و5 10 و6 ونص، 5 قداسات بنار، يعني وما في 5 بس إنه بدكم يركض من رعية لعية، بيوصل ملوش من كنيسة لكنيسة. بس نحن بدنا إياه يكون طائع وعم بيصلي. كيف بده يصلي ب3 قداسات ورا بعضها؟ وكيف بدكم إياه يدرس يشتغل بالمدرسة أو بالمحكمة الروحية أو حيالله محل تاني ويكون فاضي لكل ما هو مطلوب منه؟ هيدا الشيء نحن ما خصنا في هيدا، قرار للسلطة. وما يقولوا ما في كهنات، نحن عم نغذي كل الأبرشيات برا، ونحن عم نبعث حتى ناس تخدم بأبرشيات لاتينية بأوروبا عندها ناس. نحن ما عندنا ناس، نحن لازم يكون عندنا قرار، ونعرف ننقي الكاهن بالمحل اللي لازم، ونعرف نحن كسلطة نعرف نكبر كهنتنا، نعرف ندعم كهنتنا، نعرف نهتم بإنسانهم، نعرف نهتم بفكرهم وبحياتهم الروحية، ونعطيهم كل شيء تيكونوا واجهة الكنيسة والرعية. بس هيدا الشيء بتقصير كبير. إذا هيدا تحدي ليه؟ لأنه هيدا عم بيخلي الناس عم تخلي الناس تعيش أيام واحدة، عم تخلي الناس ما تكون بالرعية، عم تخلي الناس تروح تنبش على محلات تانية بشكل خاص. الأديار طبعاً ما عندي شيء ضد الأديار، بس الرعية شيء والدير شيء. تروح لهونيك تتلاقي واحد صلاة بالوقت اللي لازم تكون الحضور حضورها بالرعية، ومن هيك منلاقي إنه رعايانا بأغلبها فاضية من شبابها. ليه؟ لأنه الشباب عندهم شيء عايزينه ما هو موجود بالقدس، هيك بس بالقدس. مش معناته القداس ما في شيء، يعني ما حدا يفهمني غلط، بس عندهم حضور تاني. هن عايزين ناس تصغيرهم، عايزين ناس ترفعهم، عايزين ناس تحكيهم وتجاوبهم بكل حالاتهم بكل تساؤلاتهم بحياتهم. إذا ولا مرة الكاهن موجود لمين بيروحوا؟ نجي نقول الشبيبة فلتاني. لا، الشبيبة مش فلتاني، الشبيبة كخراف لا راعي لها. عنا مشكلة الشمسية الدائمة اللي هي ممكن تحل شغلة من تشيل هم عن الكاهن. هيدي مشكلة مطارينا قبلانين فيها. عنا مشكلة وهذا تحدي كبير، مشاركة العلمانيين من حيث أنهم بعمادهم، وهي فكرة لاهوتية، بيشاركوا بالكهنوت العام. هني منا نأجر كرسي هون، أو أنه مثلا نحن عنا شو بالصيف بنعمل حفلات واعياد الاعياد القديس تبع الضيعه، هن بيهتموا بالطاولات وبالكراسي. لا، هن لازم يهتموا بالشكل وبالمضمون وبالقرار، لانه هيدا كله كرمالهم اذا عم بينعمل. شو بيجي؟ لانه في كثير امور برعيه منا بحاجه لكهنوت لادارتها. استثمار الطاقات بين المؤمنين لاداره كل المؤسسه، هالمؤمنين لازم يديروها. كان ما بيقدر يعرف بكل شيء، وما مفروض يعرف بكل شيء، وما بيكفي نحط له ميرون على ايديه تيصير يعرف بكل شيء. لا، اذا ما بيعرف بالاداره يعني ما بيعرف بالاداره، اذا ما بيعرف الاقتصاد يعني ما بيعرف الاقتصاد، بده يكون دارس اقتصاد. وهون نحن اهميه انه نستثمر كل هالطاقه، شيء ما بنلاقيه. مش بس ما بنستثمر، اذا في كم طاقه فولونتير يعني كله تطوع، التطوع ما بيعمل شغل. الشخص بيخدم شهر وشهرين وثلاثه وبعدين لازم يكون في وظيفة بقلب الدوائر الكنسية، وظائف للعلمانيين، وظائف مع قرار، لأنه عندهم معرفة بالشي اللي عم يعملوا. وين المشكلة؟ يقولوا لهم سلمنا سلمنا، هيدا اللي سرق مصاري، هيدا اللي فوتنا بالحيط. ما في ثقة، ما في ثقة إنه المؤمنين لن يسرقوا. طيب وإذا نحن ما عندنا ثقة؟ طيب ما هو كلهم نتعلموا بمدارسنا وبجامعاتنا. إذا هن تعلموا بمدارسنا وبجامعاتنا وبعضهم ما منيح وما مرسلين منيح، علامة الاستفهام مش هن، نحن. روحوا شوفوا وين تعلموا. هيدا تحدي كبير. أنا بعلم بالجامعة اليسوعية يعني 12 سنة. إذا بتشوفوا أغلبية، ما بدي أقول الكل لأنه التعميم خطأ، أغلبية اللي بيجوا عم بيعلموا تعليم مسيح وبدون يكفوا، بصير قول طيب يعني ما في انه ايه، ما الحق الناس هيك يفكروا؟ اذا اللي عم بيعلموا هالقد بيعلم غلط غلط،
ما بدناش نضحك على بعضنا، غلط. واللي بيتعلم بالكاثوليك 5 سنين ما بيصير عنده القدرة إنه يعلم، لأنه ما نوعين بيداغوجي، ما نوعين تربية. إذا عامل تربية يعني بيعرف يوصل الرسالة، وإذا عامل لاهوت مع تربية يعني صار يعرف يوصل الرسالة وبطريقة صح. إني عامل تربية على الحل ما بيكفي، وإني عامل لاهوت على الحل ما بيكفي، وهيدا تحدي صار لازم نعاله، لازم نعاله، لازم. يعني ما في عندنا مشكلة كبيرة بالموضوع. إدارة الأوقاف باللانسما هيك عم بيقولوا أين الأموال؟ لا، بالأوقاف ما في أموال منهوبة، في أموال مجمدة. والمشكلة هون مش إنه الكنيسة هي اللي عم بتجمد، اللي دايرين الأوقاف، وهون يعني أغلبيتهم علمانية، حتى ما بيخلوا قهور الرعية يتصرف فيها. ليه؟ لأنه عيال، لأنه نحن بعدنا أقطاع، لأنه نحن بعدنا عايشين بديانة عصبية. حتى الكاهن اللي بيعرف إنه في 10 عيال كتير محتاجة بدهم يعملوا له محكمة يخلوه يستفيد هالمصاري بالوقت اللي هي الأوقاف مصرية لخدمة فقراء الرعية. طبعاً في أوقاف بطريركي، في أوقاف للأسقف، مش للأسقف نفسه يعني للأبرشية، وفي أوقاف للعيال، ولكن كلها بشكل عام هي للخدمة. طب كيف عم نديرها؟ هي بس إنه في مصاري بنحطها بالبنك طاروا، عوضناكم العافية. هي الأرض كيف بدنا نستثمرها؟ هي ليش ما بنبني معامل؟ هي ليش ما بنعمل ايكونومي انتر؟ ليش ما بيكون عندنا سوبر ماركت باسعار نحن عم نضبطها؟ ليه ما بنشغل بعضنا؟ ليه يعني في محلات بتلاقوا في نهضه بهالمجال، ما دون اي شك، ماني عم شكك بحدا، ولكن في محلات في نقص كتير كبير. نحن قادرين نقف على اجرينا وحدنا، بس هيدا كله الكاهن وقعد فكروا منو سوبرمان ما بيقدر يعمله. والبعد الأهم هو إنه بعدنا بكنيستنا، لأنه في أيام ومحلات مش وين ما كان، وحال ما في مجلس راعوي حقيقي مثل ما طلبوا المجمع البطريرك الماروني 2003-2006، بعد القرار بمحل واحد، وهيدا المحل مش عطول بيشتغل حسب دراسة الحاجات والعمل بموجب مشروع ل4 سنين بينعمل وبينشغل عليه هدف ورا هدف. أول شيء بنعمل دراسة تنشوف شو الحاجة، لأنه كل رعية حاجتها مختلفة عن الثانية، ومنشتغل بنعمل مشروع 4 سنين ومنحقق شقفة ولا شقفة، ونحن عم نحقق الشقفة بنعمل إيفالواسيون، بنعمل تقييم تنظبط أمورنا وتنظبط خدمتنا وتنقوم الأمور كلها سوا. وهذا الشيء للأسف بعد لهلأ ما بنشتغله. لا، الرعية هي مش قداسات ودفوني وجنانيز، وهيدي الخدمة خدمة الليتورجيا، بس الرعية مش بس هيك، هي رعية كل هول، اللي هو الكاهن اللي بيقول بيقتصر بس انه انا بقدس وبخدم انه بس عمل بس التقديس، والتقديس ضمن حيطان الكنيسه والباقي كله من عمل. بعدنا بالبعد الرعوي، بعد الصلاه. هل كهنتنا تصلي؟ بس قبل هالسؤال، هل امه للكاهن بتصلي؟ اذا امه ما بتصلي هو ما راح يطلع بيصلي، واذا بيو ما بيصلي كمان هو ما راح يطلع بيصلي. هل نحن منصلي؟ هل المكرسين الموجودين بالرعاية بأديارهم بيعطوا وقت كافي للصلاة؟ أو حتى أكثر من الكافي؟ هي مش قصة صلاة الصبح وصلاة مساء وزيارة قربان على الساعة 10 وتبشير ملائكة 10:06 والقراءة الروحية والتأمل والقداس، واللي بيطلعوا لهم شي 2:30-3 ساعات. مين عم يصلي 4؟ مين عم يصلي 5؟ إذا هالقد الشغل أخذنا من الصلاة، إذن رح نكون عم نقصر ببعض الرسالة. صدقوني الشغل في مين يعمله، الصلاة تبع المكرس ما في مين يعمله محله للمكرس، وهذا تحدي كبير. إذا نحن مقتنعين أنه بدنا نقتل حالنا ونشقف حالنا تنكون أحسن مدرسة، مين طالب أنه نكون أحسن مدرسة؟ المطلوب أنك تكون أحسن قديس مش أحسن مدرسة، لأنه المدرسة كتير منيحة، ومش مطلوب انت تكون حاطط ايدك بكل الجبلة. في معلمين واساتذه ومعلمات وكلهم، وهول اللي بدهم يحطوا ايدهم بالجبلة. انت طمن عن بالك، نزل كما بيقولوا بالجرد، اذا اغلبيتكم من الجرد نزل عن ذاتك، نزل نزل. انت مفروض تكون عم تهتم بالبعد اللي غيرك ما رح يعمله. كهنتنا بنعرف انه عندهم الرياضة السنوية، بس انا بعرف كيف بتكون، هل اللي بيروح على البيت، هل اللي بيرد على التليفون، هل اللي بيقعد على الفيسبوك. الرياضة السنوية هي رياضة سانتا. طيب عم يعمل بس رياضة واحدة،
عم يعمل شيء بنهاية الأسبوع، يروح يعمل اختلاف، عم بيعمل ثلاثيات على الأعياد، عم بيروح يعمل ويكندات. إذا بس رياضة واحدة بالسنة يا إخوتي، كان اللي هون أصغر مني بلوها من أخت أكبر منكم، ما بتأدي ما بتأدي، بتوصلوا منشفين شهرين بتضاينكم هيدي الرياضة. هل البعد التأمل يأخذ حيز مهم بحياتنا أو لا؟ بعيد عن التأمل ما في صلاة. اللي ترجع واحدة مع كل قداستها ما بتكفي إذا ما فتنا فيها ببعد تأملي. نحن مشكلتنا ما بقى حدا عم يتأمل، والتأمل مش 10 دقايق، 40 دقيقة. 40 دقيقة هيدا إذا بدنا نحكي بتأمل له طعمة. 40 دقيقة كل يوم بدك تقعد مع يسوع، بدك تقعد مع حالك، بدك تواجه حالك. إذا ما بتعملها مشكلة، ما تطلبوا من الناس تصلي إذا أنت ما بتصلي. هل نقرن الصلاة باللاهوت؟ وهيدا تحدي كبير. أم فقط وعظ بلا حياة؟ أم صلاة مبنية على الخرافات؟ هيدي مشكلة كبيرة يا إخوتي، مشكلة كبيرة. على الفيسبوك بجن بصير قول، وتلاقي هالناس ولك مأكدة مأكدة وعم تحكي بدع فوق بدع فوق بدع، خرافات. لا، إيماننا مش خرافات، إيماننا مبني على العلم، ولاهوتنا عميق. واللي بده يدرس مزبوط لاهوت بده يروح له بشي 20 سنة درس، ما بيكون عم يضيع وقته، بيكون عم يدرس. بقى هولي ما فيهم يقتصروا باللي درستون بالمدرسة، ما بيقدوا، ولا فيهم يقتصروا بالخمس سنين بالكسليك، ما بيقدوا. هل عائلاتنا تصلي؟ أو كمان ما بقى في وقت لهالأمور؟ أنا وقت كان ابن أختي الصغير، لو هو معنا هلأ كان بيخبركم، كان يبقى عمره شي كذا شهر، سنة سنتين، تلج ساقعة مش ساقعة، شو بده يصير له؟ طب ليش ما بيسخن وقت بيطلع بيعمل سكي؟ كنت حطه على كتف ياخده على القداس، تحت الساقعة بالجبل ما فرقني معي، يروح ويصير آمين آمين آمين. صار عمره 5 6 سنين أول مرة خدم قداس، يا لطيف كان مبسوط. كبر تعلم موسيقى، يعلم ترتيل ويخدم بالكنيسة. هلأ الشاب مهندس طويل عريض، ما نقصه شيء، وبعده ملتزم ملتزم لأن حملته على كتفي، ملتزم لأنه ولا مرة قال لي عايزني بكان إلا ما رحت، لأنه شايف أنه الكبير بخدمة الصغير. وبدو يسخن يسخن، شو يسر إذا سخن وراعي القداس؟ أنه نتفي ترشح يعني، وإذا صادي وسخن ويسخن. بس إحنا صايرين كتير خسعين. بتذكر خالتي الله يرحمها اللي علمتني صلي، كانت تقلي امك بتصومك 4 وجمعه، ما قال اجلادي تطبخ لك قاطع كل الصيام، انا كل يوم بجيب لك اكلك وصومي واقطعي. هيدا الحكي كان عمري 9 سنين 10 سنين. حرام الاولاد وهيك، يمكن ويمكن لا. كانت تقطعني كل الصوم وتقلي مش على الساعه 12 بنركض ناكل، ناكل ساعه اللي بمعنى وقت، مش مناكل تنشبع، مش مفروض اللي ما ناكله نرجع نعبي بطن. اللي الصوم منه حشوة بطن، وما تضلك تاكلي بالليل ساكل بتتعشى 6 7 وبزيادة. المقصود انك تجوعي والمقصود انك تتعبي تتكبري. هيدا انا ولد كانت تعلمني اياهم، مين بقى بدي اعلم ولاده هيك؟ كنت اذا وقفت بالكنيسة هيك وحطيت اجري على الخشبة تشبقني كف الوقف منيح، مين هلأ بيقول كلمة لأولاده؟ كنت إذا ركعت والقيت على البنك بتدق لي على كتفي تقول لي نصب نصب، ركعي نصب. هول أنا ما تعلمتهم إلا بالعين، وهولي ما منضر أولادنا إذا علمناهم يهم. هيك بتعلموا يكون ماروني تيكون صلب، لأنه الماروني ما فيكون خسع، ما بيكون ماروني. واللي بيخوف بهذا البعد هو النسبية بالأمور الجوهرية. أنا برأيي بآمن بيسوع بيه، يا تقبرني يسوع كيف أي ساعة صار بيك؟ أنا بآمن إنه العذراء هي أهم من الله. لا لا لا، عمالكم عمالكم كلنا منحب العذراء، بس كيف أهم من الله؟ وإلى ما هنالك من الأمور اللي هي كمان قريبة من الخرافات، مثل كتير أمور. يعني هلأ وقت إجت كورونا ما بدنا نتناول بالإيد، لا ما بيصير، عم نهين القربان. كيف عم بتهينوا للقربان؟ ما الله نفسه جسد، الله اللا محدود جسد، صار جسد مثلك.
طيب كيف عم بتهين ولا القربان؟ ليش تمك لسانك هذا اللي منسب فيه كل النهار ونحكي كلام ما له طعمه انظف من ايدك؟ هاي الايد اللي بنخدم فيها لساننا انظف منها؟ ولا لانه اجا وقت بالكنيسه كبرت الرعايه وكرمال ما يصير في هتك للقربان صار تنعطى المناوله، لانه كمان اسرع عم يتاكد الخوري انه الانسان عم يتناول عم تفوت على جسمه مش عم ياخذها لعبادات تانية، صارت المناولة بتتم، ولكن المناولة بالإيد هي الأصل، كنا ناخدها نبوسها نحطها على عيوننا، وهيدا من هي قد أكلت جسدك لتأكلني النار وعيناي التي مست به رحمتك تبصر. ما حدا جاوب يعني، وحتى طلع مرسوم من سيدنا البطرك والأساقي في فسروا، لا بقي في كهنة مع تلاميذهم البابازية تبعيتهم عم بيعلمونا انه هن المسيحيين منيح ونحن المسيحيين العاطلين، ليه عم نهين ربنا؟ نهين ربنا شو؟ وهون هيدا تحدي كبير. النسبية، بعد الحياة المكرسة في رهبات بيناتنا كمان تلاميذي قالوا لي ما تبرشينا، لا ما بدي ابرشكم، ما بدي ابرش شيء، الحياة الكنيسة المكرسة بيقول عنا البابا يوحنا بولس الثاني هي بب عين الكنيسة، والصحيح انها بب عين الكنيسة، وصحيح انه بسبب الضيقة الاقتصادية قبل هلا كمان كثير انتقدت المؤسسات. انا ما بيهمني الانتقاد، انا بعرف حجم التضحيات، انا بعرف الارقام بالمليارات المساعدات للناس، وبعرف انه في ناس زعبرجية بيكونوا بالجيش وبالدرك وبيندفع لهم القسط وما بيدفعوا للمدرسة وبيقعدوا يكسروا ايدهم وبيسبوا بالمدرسة، بعرفه كلهم. انا التحدي الاكبر هو الحياة الرهبانية نفسها، وهون بعود للشهادة. التحدي الكبير العدد، قلة العدد بالابتداء، هذا امر معمم حاليا عند السيدات اكثر من الرجال، لأنه الرجال عندهم غير رسالة، عندهم الكهنوت، يعني بيطلعوا شوي من إطار الدير. اللي ما بيعرف، في نص إرشاد رسولي اسمه فيتا كونسيكراتا، إرشاد الرسولي للحياة المكرسة، هو نص من النصوص الأساسية. بالبند الأول بيقول إن الله الآب، الله الآب يدعو من يشاء، يعني ما في استحقاق إنه فلان ابن فلان لك كتير نعم الله دعي، لا لا، يدعو من يشاء. لماذا يدعو؟ لاتباع ابنه يسوع، يعني تعيش مثل ابنه يسوع الفقر والطاعة والعفة والرسالة والتكرس الكلي لله بقوة وهدي الروح القدس. إذن الدعوة الرهبانية هي دعوة ثالوثية، وإذا كان الله اللي عم بيدعي، الله منه بخيل والله ما بيوقف يدعي. الجواب عند المؤسسات الرهبانية اللي ما بدها تعيد النظر بحياتها، البنات، لأنه اللي عند البنات، البنات صاروا إيمانسيبي. شو يعني إيمانسيبي؟ تفتحوا على الحياة وصار عندهم حياتهم وصار عندهم سيارتهم وصار عندهم شغلهم، ما بقى تعجبهم الحياة الرهبانية. غلط، هذا جواب سهل. حتى هول البنات عينهم على الحياة الرهبانية ومناهن إنه يكونوا، بس هني ما عجبهم يعيشوا هذا النمط من الرسالة. ليه؟ لو كان، نرجع للتحدي الأول الشهادة، لو كنا اللي عم نشوفهم الديسين، كنتوا بتلاقوا الناس كب بحالة كب على أبواب الأديار، الناس ما بقى بدأ النمط اللي حيالله علماني بيقدر يعملوا المدرسة في مما كان يديره، وفيها تكون الراهبة موجودة ملاك بيناتنا. الإدارة رح تبرشها برش، الإدارة ما رح تخليها تتنفس. سلموا أمور الإدارة للناس، وأنتوا بعينكم الساهرة كل شيء بيمشي منيح، وبخبرتكم وبمعرفتكم وبحبكم وباهتمامكم بمؤسستكم، وتشوفوا كيف الأديار تلبد. الميسيون دو فيل هي رهبنة جديدة، طبعاً بدنا كتير تنشئة، ولكن لأنهم عم بيشتغلوا بخدمة الناس ومع الفقراء وبالمعترين بتلاقون ملبودين كل سنة، عندهم 10-20 واحد جديد. ليه؟ لأنه الناس ما تعطش للخدمة، الناس ما فرقاني معها تصير مدرة، لأنه هي أساساً مدرة بشغلها ما عم ينزاد لها شيء. ليه؟
لأنه ما بقى عم نشهد لاتباع المسيح. هني ما بدهم بلا اللي بيفوت على الدير بيكون همه يتقدس، هو بده، بس لأنه تعب الحياة ولأنه ما بيوقفوا ويقولوا لا هيدا النمط صار لازم يوقف محل، نحن رسالتنا بغير محل، مكفين وبتلاقوهم تعبانين، بتلاقوهم مقفطين، واللي منهم بعد في حياة سلموا مسؤولية المدرسة كلها سوا، رح بتلاقوه عم يتخزق بين واجبه بإدارة مؤسسة وهذا واجب منه هين، وبين حبه للمسيح واتباعه. إذا بليز ما تقولوا ما في دعوات، قولوا هذا النمط ما بقى يرد على حاجة البشرية اليوم، بس في حلول، في حلول، في كتير ناس نحن ننشئ من هلأ ناخد على عاتقنا ننشئ كل رهبة، نتنشئ 40-50 شخص تدك عليهم شوية مصاري، تدك عليهم كتير مصاري مثل ما بدك على رهباتها، لأنه كلهم عم يتنشوا، إن يستلموا الإدارة ونحن نستلم الروح، نحن نستلم قلوب الناس، الناس متعطشة وما حدا يقول لي الناس ما فرقاني معها، الناس بدها تسمع كلمة الخلاص، الناس بدها حدا يجي يزورها، الناس بدها حدا يكمش لإيدها، بدها الناس متعطشة والمسيح ناطر ونحن ملهيين بقشور، مش هيك الموارنة. البعض القيادي leadership تقريبا مفقود، بس اليوم الحمد لله سيدنا بيضة وأخيرا، بس leadership ما موجود، الانقسام الحاصل بالهيكلية نفسها سياسيا عم يجعل القرار مستحيل، ما بدنا نكذب على بعضنا، بدل ما يكون القرار للشعب عم يتصرفوا ببعض الأحيان كأنهم هني من الشعب، لا أنا مش من الشعب، أنا لازم يكونوا مترفعين، يكون عندهم نظرة أوسع. ما في ليدرشيب بالأمور التعليمية، وأحياناً بتفسير الإيمان والعقيدة نفسها. يا عمي عنا كم خوري هيك شوي هني بابارزية، يعني كل ما بيروحوا يقدسوا محل بيمشي معهم 200-300 واحد والزقيفة وكذا. أغلبية تعليمهم من الكونسيل المجمع التريدنتيني والمجمع اللاتراني 1200 و1400 وشي، مش معناتها وديك المجامع غلط، لا، بس كانوا صح بوقتها. رعويا نحن نستند على المجمع الفاتيكاني الثاني، وحتى صار لازم لنا الثالث. أنا بسمع كاني أيام عم بيقولوا أنا ما بآمن بمجمع الفاتيكاني، وشو هالحكي؟ كيف ما بتآمن؟ شو يعني؟ هيدا لازم يتوقف، ما فينا نكون هالقد، ولو كانت الكنيسة أم ومعلمة، ولكن الأم بتربي ولادها. إذن هناك أمثلة مخيفة لغياب الكلمة الوحدة والتعليم الواحد، وما عم بقصد التفقيه إنه كلنا ما نفكر مثل بعضنا وكلنا ما نحكي مثل بعضنا، لا، بس العقيدة بدها تتعلم مثل منا، وما في كل واحد يفسرها على راحته، والاتجاهات اللاهوتية مختلفة، والإنسان بحق له يكون هون أو هون، بس ما بيحق له ينقد كل شيء وهو ما بيعرف شيء، ويكون متشبث بكلامه، وأكيد هو المسيحي الأفضل وهو اللي عم يدافع عن المسيحية وهو اللي بيعرف وهو اللي كذا وهو اللي بده يربي الأساقفة. مثلا بما خص العذراء مريم، من كم سنة قاموا القيامة على بير رمزي وعلى سور باسمة وعلى أبونا سويف، وقاموا القيامة على سيدنا جوزيف نفاع. أي متى تحركت السلطة؟ وقت اللي اندق بالمطران، بس هوديك معلش بهدلوا كفوتهم، بهدلوا على سير باسمة بطريقة مش مقبولة. يا عمي الراهبة متخصصة بروما، عاملة كتاب مقدس، واللي عم تحكيه صح، ما بيكفي يطلع حدا من هالكهنة البابارازية يقول إنه غلط ويصير كل الناس ضدها وبكتير قلة احترام. ما طلع إلا يومتها المطران سيزار السيان يقول الكلمة ويعطي تعليم الكنيسة، بنطوا هول الناس اللي بيفهموا بيقولوا هيدا اللاهوت اللاتيني. يا حبيبي ما في عقيدة لاتينية وعقيدة مارونية، العقيدة للكنيسة جمعاء، في روحانية تختلف. يعني حتى انتقدوا المطران، التعويذات والتقسيم والأرواح والإخبار، المناولة باليد وإلى ما هنالك، تعرفوا أكثر مني شو في على الفيسبوك. تحدي الليدرشيب، بدنا رجال، رجال شو يعني رجال؟ إنه
انه يكونوا ماسكولان، لا رجال، انه نقدر نحتكم لكلمتهم، يكون عندهم المسؤوليه الكافيه والوعي والمعرفه والطريقه الرعويه الكافيه تتقول كلمه الحق. اذا الاسقف هو اولا واخيرا الراعي الصالح. بسال نفسي انا من بيروت بعد ولا مره وصل لي رساله اسقفيه تعليميه، عمري 50 سنه. الاسقف اول هدف، اول شيء بكهنوته هو التعليم. وين حضورهم بالرعاية؟ هيك يوصل أسقف بلا زيارات رعوية وبلا شيء، يجي يقدس مع الكاهن، بلا دعوة للأعياد، بلا دعوة للأكل، بلا دفن. هذا مكانه، الدنيا ملكه. وكتير يعني ما معي بس نص ساعة. وسائل التواصل الاجتماعي لازم نستعملها، وهينا اليوم عم نستفيد من جودتها. ولكن وين نحن ككنيسة من الهرطقات على الانترنت؟ وين نحن من الكهنة الفاشينيستا؟ نخوري عنده 3000 لايك، أنا لو محله بوقف الأكاونت. تعرفوا ليه؟ لأنه هول 3000 لايك وال5000 وعصورته، يا ريت إذا عم بيكتب شيء لاهوتي كتير منيح، معناته الناس عم تقرأ. بس إذا على صورته 3000 لايك، هيدا بسنتين زمان رح يوقع بخطية الإعجاب بنفسه، وكلنا منوقع فيها. وإذا كان شاب وهيك شباب لك حلو، الله عطيه نعمة الحلا والناس بتحبه، مشكلة أكتر، لازم نخاف عليه أكتر. الكهنة الفاشينيستا اللي بدنا مدري قديه شهر وشهرين تناخد موعد منهم تيرشدونا من غير شر. وين السلطة من كل الحكي البلا طعمي على الفيسبوك؟ هل قد لازم نكون واسعين بكل شيء؟ يعني في كتير حكي ينحكى، في كتير حكي. وأكيد مشكورة الكنيسة إنه أخذت القرار إنه تنقل كل الصلاة على الإنترنت، لأنه بهالطريقة رفقتنا ببيوتنا، بهالطريقة رويت لنا عطشنا على قد ما بنقدر، بهالطريقة بينت إنه كمان هي بين شعبها. إذا هول الوسائل بيقدروا يكونوا شيء كتير إيجابي إذا عرفنا نحن نستعملهم. حالياً لأنه بيناتنا سور ميشيل رهبات البيزنسون عاملين مبادرة بتجنن، عم يجاوبوا على أسئلة الأطفال بطريقة كتير ذكية، كتير لاهوتية، وعم يعملوا فيديوهات. يعني لو ما عنا إمكانية نبعت واتساب ونحط على كل الوسائل، هاي طريقة، وطريقة كتير مهمة. كل أولادنا قاعدين على السوشيال ميديا، مشكورين، مشكورين للفكرة ومشكورين للتنفيذ وللمهنية بالتنفيذ، وأكيد غيرهم وغيرهم وغيرهم. بس قصة التفلت هيدا تحدي. وبرجع على آخر شيء وبنهي بهايدي، وإن شاء الله أكون احترمت الوقت، يمكن نطيت شوي. التحدي الأول والأخير برجع للشهادة، وهوني بقصد فيها وعم بحكي عن لبنان، وعم بحكي عن مسيحية لبنان، وعم بحكي عن موارنة لبنان. بدنا نفهم شغلة، أول شيء حاجة خايفين، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. نحن مش عم ندافع بسلاحنا، صحيح نحن متعلمين، وصحيح نحن حبوبين، وصحيح نحن متمسكين بأرضنا، بس في المسيح اللي بيدافع عنا. محاشكن خايفين، ما حدنش بيشيلنا من هون، مهما قوي جبروته ما حدن بيشيلنا من هون. الأرض إلنا، ونحن استقبلنا الجميع وحبينا الجميع واهتمينا بالجميع وكبرنا الجميع. وبدكم تقولوا عني طائفية؟ قولوا بهالمعنى، أنا مبسوطة أكون طائفية. المسيحي هو ملح الأرض، هيك بيقول المسيح. والملح بالطبخة مش معناته الطبخة، اللي بيطبخ منكم بيعرف انه بنحط كمشة ملح. يعني في نحنا كرمال غيرنا، مش بس نحنا. المسيحي هو الخمير بالعجين ومش العجين. يعني نحنا مطلوب منا انه نخمر العجين، يعني ما نعيش مع غيرنا اللي ما بيشبهنا. بس مش معناته لازم نعيش بالخوف، المسيح قام من الموت، ما في شيء بخوفنا. نحنا جماعة بنموت اليوم، بنقوم بعد كم يوم. لازم إنه ننتبه بهالأزمة الكيانية اللي هي أزمة كنسية كتير كبيرة، وغير أهم ننتبه على الأمر المفصلي. نحن كأشخاص وكجماعات وككنيسة ككل من خايفين على وجودنا إنه نبطل هون. هذا أمر خطأ، لأنه ما من أحد بيقدر يشيلنا من الأرض. نحن هون للشهادة وليس للملك. الشطون الرئاسي ولك ياخدوها،
ليش هي بعدها قلنا ليش هيدي رئاسة وبعتذر ما عم بدين بالشخصي عم بحكي بالمكان. نحن هون للخدمة مش للسيطرة. مستعدين تكونوا خدام مثل المسيح ولا لا؟ بس بدنا نكون كلاس. الماروني مش كلاس، الماروني معاز وجردي وبيشتغل بالأرض كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني الكثيرين. طول عمرنا هيك، نحن هنا كي نجعل العالم أفضل لا أن نطوع العالم ونفقره. مستعدين؟ التحدي الأهم هو الخوف على الحضور وليس على الوجود. يعني أي نوعية حضور؟ وين رسالتنا بهالشرق؟ لك نحن هون تنعطيهم نفس حرية بس مش نحن نكون أحرار؟ نحن هون تنملح الأرض صلاة بس مش لازم نكون عم نصلي؟ تماماً كحبة الحنطة التي تقع في الأرض، إن لم تمت لا تعطي ثمار. موتنا هو الضمانة، موتنا الجسدي والموت على كل اللي ما عم بحكي إنه بس هيك إنه نقدم نفسنا، لا نقدم نفسنا كمان بشهداء. واليوم سيدنا ما تنسوا شهدائكم لأنه هو كنز وجودنا. صحيح وقت الإمبراطورية الرومانية كانت عم بتقتل المسيحية على دم الشهداء كبرت الكنيسة. وهلا ما تخافوا لو مات منا أشخاص، ولكن ما تخافوا، ما نحن خلقنا تنموت والموت لقلنا هو عبور مش نهاية. حاجكم خايفين؟ خافوا وقت اللي من نصير بلا لون وبلا طعمة وبلا قداسة، هاللي لازم يخوفكم. خافوا وقت اللي بتنسب الكنيسة بسببنا، خافوا وقت اللي الناس تكره المسيح بسببنا. هذا الخوف الكبير، الخوف الكبير إنه نصير بلا طعمة، الخوف الكبير إنه نبطل موارنة. أبونا إدجار تصور بيك في شو قلت. فإذا فسد الملح بأي شيء يملح، يعني بدي خبرك على كمية الفيدباك اللي عم توصلنا على التليفون. فشتنا خلقنا، يعني كنت يعني يمكن الناس مبسوطة طبعا. أنا حابب أوضح للكل الشيء اللي نحكى منه جديد، لأنه كلنا عم نحكى ببيوتنا، عم نحكى بينا وبين حالنا، عم نحكى بمجالسنا. دكتور رولا بشكرك انك رجعتي طرحتي هالاشكاليه بالصوت العلني، هالاشكاليه اللي اليوم عم نفكر مع بعض بالسلطه الكنسيه. ونحن جمعه الجاي سبت الجاي مع ابونا عبدو بالظهر اللي مشارك معنا هلا كمان، رح نحكي عن التقوى الشعبيه بموضوع يا قليل الايمان. يعني اليوم طرحنا علامه الاستفهام على السلطه، هذا العلامه الاستفهام اللي ما رح نتخبى وراء اصبعنا. انا ككاهن عم بقولها، وفي كهنه موجوده معنا على باللقاء، هي علامة الاستفهام الكبيرة لحتى نعرف كلنا سوا، المؤمنين العلمانيين والمكرسين والخوارنة، ما حدا فوق راسه خيمة، والصليب على الجميع، وما حدا عامل خطوة قبل الكل وقدام الكل صوب المسيح. كلنا ماشيين بخطوة واحدة. كانوا يقولوا على الأرض في برخ مرابون وريش كوهنة وريش ريشونة، بس بالسماء كلنا فرد ريش رح نكون، كلنا رح نكون قدام الرب على عتبة واحدة درجة واحدة. هلا اكيد وقت لحتى نطرح الاسئله على التشات. دكتوره بدي اعزبك انك تكوني عم تجاوبي على الاسئله. انا فاتحه الشات بس ما عم شوف كل شيء. يلا اكيد هلا رح نترك المجال بهالوقت. برجع بذكر سبت الجاي، فاذا 7:30 بيكون عندنا اللقاء الثاني مع ابونا عبدو ابو ظاهر على يا قليل الايمان، الحياه الكنسيه والتقوى الشعبيه. كمان موضوع جريء رح يكون وموضوع كثير مهم. أبونا عبدو أنا بفتخر بصداقته وبفتخر بزميلته، خي لإلي، خي أصغر مني من هيك بقول له أنا أختك الكبيرة، شخص بحبه كتير 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 مش نتفه. ما في حدا بيتعلم عنده، يمكن أنا مديرته بالتراتبية، ما بحياته إجا عليه أي شكوى على شخصه ولا على تعليمه. هيدا الشيء أنا بالنسبة لي نادر. استاذنا كلنا سوا. ميرسي يا رولا. هالحقيقة بتعرف لو العكس كنت رح أقول، لأني أنا ما بيهمني بقول. بعرف. أنا بدي لك ميرسي أول شيء على الجرأة المعهودة، إن كان بالتعليم، الوضوح بالتعليم، الوضوح بالرؤية، الوضوح بالعرض. وأنا بفتخر إني أنا أستاذ
بالجامعة اليسوعية، وبفتخر إنه أنت أعطيتيني هذه المساحة وإنك وثقتي فيي، وهي بقولها قدام الكل، وإنك بتعرفي لأنك أنت بنت الكنيسة وعشتي بقلب الكنيسة وعم تحكيه هو انطلاقا من حبك للكنيسة. أنا بعرف كتير منيح إنه أنت من هالأشخاص يلي حتى الأشخاص يلي حواليك بيكبروا معك، يعني بتكبريهم وبتدعميهم. وانا بشكر كمان هيك شهادتك، وهيدا دائما وسام بقول لك اياه لالي، انت كمان اخت لالي، انت كمان بنت هالكنيسه، ونفتخر انه بكنيستنا في معلمات للاهوت، ولازم يكون عندنا الجرأه، لانه حدا من الشباب الكليريكيين وقت عم بيسمعك بعت على الشات قال انه ليش نحن بالكاثوليك ما عندنا رولة الحوق. قلت له لانه بمطرح نحن ما عندنا الجرأة بعد انه نآمن انه بكنيستنا في ايضا نساء كما في رجال، هن معلمين ومعلمات في الكنيسه، ورولا هي مثل لنا كمان نحتذى فيه حتى نحن الكهنه. بشكرك هيك ابونا. ميرسي. في عندي شيء هون على الشات ما بيشرف اللي بعته، ولو ما في كهنه كنت بقول شو كاتب. اوكي. قايل لي اكل شيء وسبب لي اختي، وقايل لي اعمل له شيء بشيء. اي نو نو، هيدا هيدا ايه هيدا، لا هيدا حكي حكينا كلنا هيك نحن البرايفت، هيدا باول اللقاء شلني بول تفضل. وكمان دكتورة. حدا ثاني مسبب لي مشاكل. ايه هو صحيح اثنين هن. صح. دكتورة السب مش الك بس، بعتقد مش حنوقف على هيدا الشيء. نحن بنشكر صراحتك، واليوم يعني عم بسمع وما كنت عارف بفحوى المحاضرة شو حتكون، ولكن أكيد عم تحكي كتير إشياء كلياتنا، خاصة الناس المدنية اللي بيشتغلوا مع كهني بيحسوا بهيدول الإشياء، وإيام معنا أجوبة عليهم. بشكرك على صراحتك. في عنا كم سؤال عم ينبعثوا، انا سكرت الشات وما عم بيقدروا يبعثوا الا لي دايركتلي من هيك. اوكي تفضل هيك، لانه في اشياء ابدا منا مش خارج لي. تمام. في عنا سؤال، هل الكنيسه لازم ترد على كل شيء بينكتب على الفيسبوك او على اي وسائل التواصل الاجتماعي واللي ما بيكون كتير دقيق؟ اكيد. مش معناته انه الكل رح يكونوا قاعدين مأهبين وتليفوناتهم اول ما حدا يحط شيء لازم يجاوب، بس نحن عنا شيء اسمه المجلس الاعلامي، وال هيدا شغلته، مش معناته الكاهن المسؤول هو اللي بده يعمل. يعني مثل ما في باي حزب، مثل ما في، يعني لازم نحن نتعلم، وقت بيكون في مؤسسات مدنيه بتعمل شيء لازم نتعلم منه، لازم يكون عنا جهاز هو اللي عم بيتابع كل هالأمور ويشيل، ويكون في رد لاهوتي، والرد ما يكون عفوي. يعني مثلا سبوا لي حدا بحبه بيكون رد بذات المستوى، أبدا. لازم تندرس الأشياء وينعطى من وقت للتاني أجوبة رعوية ولاهوتي الناس تفهمها والناس هيدا، من دون ما يكون الرد بالشخصي، من دون ما يكون مثل ما اليوم نحكى، يعني نحكى كل شيء بوضوح، بس من دون ما نكون عم نتهم حدا. ضروري، لأنه الناس كمان بحاجة. مش كل الناس اللي بتكتب شو ما كان بيكون قصدها الأذية، في ناس ما بتعرف، أو هيدا اللي تعلمته من ستة مثلا، ومش معناته ستة مش منيحة، بس ما كان بوقتها في كل هالتربية اللاهوتية والتنشئة الفكرية. هلأ في ضروري لازم يكون في جهاز عم يتابع كل هالأمور ويشيلها وتندرس ويجي جواب حقيقي من الكنيسة. وفي كتير ناس عندهم كل الكفاءة اللاهوتي والرعوية تتجاوب على الأجوبة. في عنا سؤال كمان، ما هو العمل الأنسب أو الطريقة الأنسب لنخلي أطفالنا ومن هم في بداية العمر أو عمر الصبا لا يتأثروا بالكلام السلبي الذي يطال الكنيسة؟ نحن ما نكون عم نحكي قدامهم كلام سلبي، ما نحن أيام ما منقصر، عن جد ما منقصر. الولد قد ما تقعد تعلمه بالحكي مش هيدا اللي بيعلق معه، الولد بيشوف بيعمل بيتقلد، لعمر العشر 11 سنة الولد بيتقلد، وقت اللي عم بيشوف أمه بيو كمان ما بيحكوا عن بعضهم بالعيلة، ما بيجيبوا سيرة الخالات والجيران والما بعرف شو،
وزاد الشيء مش كل ما كان في شيء بيجيبوا سيرته هيك كيف ما كان، بيتعلم، بيتعلم الاحترام. هل بتعتقدي انه الكهنة لازم يتعاطوا او يتدخلوا بالامور السياسية؟ الكهنة مواطنين مثلهم مثل غيرهم، بحق لهم بالانتخاب، بحق لهم برأيهم، ولكن في امور عم تتخطى حد على الفيسبوك. يعني في ناس عم يجرؤوا يسبوا البطرك مثلا، فيك ما تحبه بالشخصي، فيك تعارضه بسياسته، بس ما فيك تهينه ابدا، مش مقبول، مش مقبول. يعني عم يخرجوا عن اطار التهذيب، يعني مش معناته نحن كنيسه مفتوحه، نحن ناس منفتحين، كلنا بحق لنا نحكي ونفكر، بس اللي بيكون بس متشبث وشايف شغله وحده وما بده يشوف، يعني عايش دني، معلش يسكت شوي، يروق اعصابه. اذا هو ما مقتنع كرمال الرعيه، كرمال الناس. انا ايام تليفوني ما بيهدى، ما بيهدى ليه؟ لانه انا ماني سلطه، بيقدروا يسالوني، ما بيخافوا، وبيعرفوا انه ما عندي مشكل مع واللي مع واللي ضد، ما عندي مشكله بالشخص، بقدر اقول الشغله مثل ما انا. بس في امور عم تتخطى حدا. يعني في عنا مشاركه كمان حلوه بيهموا كمان رأيك بالخطوط التالية، هقرأ أكثر من خط. إزالة معظم المقاعد في الكنيسة وترك المقاعد كافية للمسنين فقط، التركيز على الوعظة أكثر من القداسات وإطالتها، وعلى حث المؤمنين على التوبة، التركيز على الطابع التقليدي في الكنيسة المارونية والتراتيل التقليدية السريانية. يلا شغلة ورا شغلة. أول شيء من 100-120 سنة صار في مقاعد بكنايسنا، الكنائس الشرقية كلها، الأرمنية والأرثوذكسية والسريانية والمارونية، ما كان فيها مقاعد، لأنه ليتورجيتنا كانت كلها وقوف، لأنه هيدا الوقوف يعبر عن قيمة المسيح. ومن هيك نحن بسمونا بشكل خاص بالسرياني أبناء قيوم وأبناء القيامة، من هيك كنا نعبر عن صلاتنا بالوقوف. بس حالياً نحن هلأ بطلنا أولاد جرد، ومش كلنا أبضيات، ولا فينا نوقف ساعة وساعتين كل الوقت، وفي ختيارية وفي أولاد. مش غلط إنه يكون في بنك، بس الغلط إنه نكون ملقحين على البنك كمان في قعود. يعني عرفت شو الشغل؟ الواحد لازم يكون هلأ الحس على التوبة. لترجيتنا لترجية التوبة، واللي ما بيعرف بالقداس في 5 مرات بتاخدوا الحلة قبل ما توصلوا للمناولة، 5 مرات بكفي صلاة الغفران اللي هي الحسية. بس انه نعيش توبه يعني نصير مسرسبين، لا، هيدا مرض. اوكي، التوبه شيء والعقدة الذنب شيء ثاني. لا، ما بدنا نروح على المرض، نرجع على التقليد. الكنيسه المارونيه تقليديه، ولكنها هي من اول الكنائس، وانا كثير بفتخر بهالشيء، اللي هي تقليديه ومنفتحه، ومنفتحه كثير، ومش من هلا، مش من هلا كنيستنا هالقد منفتحه واسعه، طول عمرها هيك. ليه؟ لأنه بروحانيتها النسك والرسالة سوا، وهيدا اللي منقول نحن عموديين. شو العمود؟ يعني شو عاد يقف على العمود كل النهار يصوم ويربط حاله تيضل واقف؟ العمود بقلب المدن، يعني وقت اللي بيكون في حاجة للوعظ والتبشير والتعليم الناسك موجود، ما في حاجة بيروح على منسكته. نحن بذات الوقت تقليديين بمنسكتنا، وبذات الوقت بمعترك العالم، لأنه العالم بحاجة لنا. شو بعد في سؤال نذكر؟ الوعظة، الوعظة إلها محلها بالقداس، ما لازم تاخد محل القداس، وما لازم تتخطى، صدقوني، 8 دقايق إذا بدكم أن الناس تسمع وتفهم، ولازم تنقال بطريقة الناس تفهمها من دون ما نكون عم نقلل من مضمون اللاهوتي. في طرق، يعني الكهنة لازم يكون عندهم طرق كوميونيكاسيونال. اوكي، هلا التعليم ما بيقتصر بس على الوعظه. نحن بليتورجيتنا بنعرف نحن انه عندنا صلوات 7، ونحن حسياتنا مش هن ذاتهم تبع الصبح والمساء والظهر، هول الحسيات هن تعليميه. نحن قديش بنشارك بالصلاه الليتورجيه الكنسيه، قديش بنتعلم لاهوت بلا ما نروح على الجامعه. بس ما عم بقولكم ما تروحوا على الجامعه، تعوا انا بسجلكم، بس بمعنى انه نحن تعليمنا هو بقلب الليتورجيا وبقلب الصلوات. وهون بحب ذكر بهذا الشيء، يمكن الكل ما بيعرفوه بس انا بفتخر فيه. وقت سالوا الكاردينال اتشيغاري، وقت كان عم يحكي
كان بلبنان، وسألوه عن الليتورجيا، قالوا له شو رأيك بالليتورجيا البابوية؟ قال لهم وقت يكون بابا عم بيقدس؟ قالوا له إيه؟ قال لهم 6/10. فتحوا عيون، قالوا له الليتورجيا البيزنطية؟ قال لهم عندهم نافورين 8/10. قالوا لهم والليتورجيا المارونية؟ قال لهم 12/10. هالجماعة من وقت ما فتحوا عيونهم هالدنيا بيكتبوا صلاة وبيكتبوا لاهوت. نحن عندنا 72 نافور يا أخوتي، 72 نافور، ومش كلهم بزيت ستركتور، يعني عندنا غنى ما طبيعي. هلا اللي بده أكتر أوكي السهرات الإنجيلية، أوكي التعليم الكاتيشيز فور أدولت، هيدا اللي ناقصنا كتير، تعليم للكبار والكبار اللي بيفهموا، هيدا بدهم تعليم. ما بيعرفوا إيمانهم كبير ومهضومين والبدكن إياه وقتقية، بس ما بيعرفوا، بدهم يتعلموا. بس مش الوعظة، الوعظة ما لازم تتخطى 8 دقايق صدقوني. التركيز على سر الاعتراف قبل القداس، والقداس ما ضروري، الاعتراف هو مسيرة حياة. الاعتراف يا أخوتي إذا بتعترفوا مرة كل شهر أو كل شهر ونص كتير منيح. شو يعني؟ يعني أنتوا بتجوا، أنتوا ما تكون تعترفوا بخطايا بس، أنتوا أول شيء تكون تعترفوا بمحبة ربنا، وتكون تعترفوا أنه قبلينكم وبيحبكم، بتكون تجوا بمسيرة توبة، تكونوا عايشين منا قصة وسوسة. هلأ بغلط هلأ بحكي، ما نحن كل النهار بنغلط، لا نحن بدنا نجي على ضوء كلمة الله، نكون قاريين كل الشهر كيف عايشينه، وهيدا الشهر بنجي منقول للكاهن، نحن عارفين حالنا، عم نقول للكنيسة وعم نقول لربنا كل اللي منيح اللي عملناه وكل النواقص اللي عملناها، لأنه في نواقص منا خطايا، وكل الخطايا. لأنه إذا بتسمعوا الحلة، وهلأ في بيناتنا كتير كهنة بتصور رح يأكدوا على اللي عم بقوله، الحلة بتبلش لأجل الخير اللي عملتيه وكل التعب اللي عملتيه واللي تحملتيه، ولا كل نسيت الكلمة، يعني كل كمان اللي تحملوه القديسين والعذراء قبلنا ويسوع بهول، لأجل هول أنا بعطيك الحل. معناته في خير عملناه، ليه بس بدنا نركز على الخطية؟ المسيح ما كتير حكي عن الخطية، حكي عن كل ما فعلتموه من الخير واحتملتموه من الشر لمغفرة خطاياكم. صح، إذا هولي كتير مهمين، ما نحن كمان عملنا خير كتير واحتملنا من الشر كتير. ما بدنا سر الاعتراف منه كبسة زر، هو مسيرة حياة، وهذا صار لازم كمان نفوت فيه أكثر. دكتورة، في عدد كبير من الأسئلة والوقت كتير صغير، حنحاول نوصل لك الأسئلة، وإذا ممكن نرجع نتواصل مع الأشخاص. بس في عندي تعليق أخير إذا ممكن نختم فيه. ما هو تعليقك، وهذا أنا عم بسأله للسؤال، على كلام القديس جان بول دو لما قال الكهنة كالطائرات، عندما تسقط الطائرة تصبح حديث العالم ويتناسى الجميع أن آلاف الطائرات ما زالت طائرة. عم يشفع فينا للأسف يا بول. هالتياب اللي منلبسهم إن كانوا الكهنة وإن كانوا الحياة المكرسة، البابا يوحنا بولس الثاني نفسه قال وقت اللي صار في التجديد بعد الفاتيكان دو، في كتير لبسوا سيفيل، وفي كتير هو شدد وقال لا ضلكن بهالرمز، لأنه هيدا الرمز بيدل عليكم، هيدا الرمز بيدل عليكم لشغلتين. أول شي بيعلمكن وبيذكركن أنتم مين، يعني لقلكن هو شهادة، طيضل الواحد أنه لابس المسيح ونحنا كلنا لابسينه بعمادنا، ولكن شهادة للآخرين. هاي الشهادة ما تخلوها تقلب من هيك. بس نحنا وين المشكلة؟ نحن في كهنة بتغلط وفي غلطات، يعني مثل البيدوفيلي ما هم مقبولين، والحمد لله انه الكنيسة صارت عم بتطلب حتى محاكمتهم مدنيا، ولكن دون التشهير بشخص، لانه ما حدا بغلط غلطة كبيرة وبيكون هو مبسوط، يعني انه عنده لذة يغلط، ما حدا بغلط بلا ظروف. وما بس كمان في المسؤولية، اذا انت مسؤول وحامل الميرون ما فيك تكون عم تسمح لحالك. بقى من هيك ايه المشكلة، انه لانه وقت اللي بينحط علامة استفهام على الشهادة بيصير علامة الاستفهام على الجميع، وهذا تعميم غلط اكيد. في عنا كتير كهنة قديسين، انا بقدر سمي لك بالاسامي بكل الابرشيات، ولكن حدا واحد يغلط بيأذي كل هول، بس مش معناته انه هيدا الغلط لازم نجلده. هيدا خيلة قلنا
أنا بس بدي أسأل كم مرة نحن برعايانا منصلي لأخورينا؟ كم مرة نصلي له؟ كم مرة نذكره؟ ما أنا حكيتكم عن شوية تحديات بيقطع فيها، ما حكيتكم عن باقي الأشياء الشخصية، ما حكيتكم عن المشاكل السلطوية اللي هو بيقطع فيها، يعني من فوقه قديه بيدكوه وقديه بيقهروه وقديه، وما حكيتكم عن مشاكله هو الشخصية والإيمانية والجنسية وكل هذا. بني آدم، نحن قديه بنحمل بعضنا؟ نحن ما بنحمل بعضنا. من هيك وقت حكيت عن الشهادة حكيت عن المحبة. شكرا كثير بير إدغار، بتحب تختم؟ مرسي مرسي دكتور رولا على هالوقفة مع الذات اللي عملناها اليوم، ومثل ما حبيت كثير بالختام آخر شيء، هذا بيطلب منا جميعا نحمل الكهنة بصلاتنا، نحمل أصحاب الدرجات سر الدرجة بصلاتنا، وكمان نحمل بعضنا البعض. بالنهاية الكهنة هن أبناء هذه البيئة، أبناء هالعيال، مثل ما كنت عم تحكي حضرتك ببداية الحديث، مثل ما الأهل بيزرعوا، مثل ما العائلة عم بتعيش هالكهن بده يطلع منا لحتى كمان يعمق، وأكيد بيجع في مسؤولية إنه هو يكون عم بيتعمق أكثر وأكثر بمعرفة ربنا. بدي أشكرك من قلبي، يعني اليوم كان لقاء فعلا هيك جدي مع الذات، جدي ويليق بهذا الزمن، زمن الصوم الكبير. نلتقى فيكم سبت اللي جاي لحتى نحكي عن موضوع كتير مهم اللي عطيت بورتي عليه دكتور رولا، عن التقوى الشعبية وعن طريقة عيش الإيمان بحياتنا الرعوية كمؤمنين. يعني جمعة الجاي رح يكون كمؤمنين ومؤمنات وكهنة جميعا، كلنا مع بعضنا البعض. الله يقويكم، مرسي كتير دكتور رولا، والله يخلينا إياكي، تعلمنا منك الكتير. خلي ليك، مرسي كتير، مرسي بيان. مرسي دكتور، مرسي أبونا جبة المقدمين، تصبحوا على خير من الكويت. شكرا، الله يقويكم. الله معكم.